ربما كنت قد سمعت عن تايلاند كمكان رائع لقضاء إجازة، أو كمكان تأتي منه مأكولات تايلاندية، أو ربما كنت قد قرأت عن تايلاند كجنة فاخرة للتسوق في آسيا. الآن نريد منك أن تلقي نظرة على تايلاند من منظور جديد، وأن تلقي نظرة جديدة على تنوعها وطاقتها وإمكانياتها الفذة. كالأنهار وروافدها والممرات المائية التي تضمها الطبيعة وتوذيها وتجددها، تايلاند مزيج حيوي من الثقافات الشعبية القديمة والحداثة. القيم والمعاني التايلاندية المحلية تم إثراؤها بالأفكار والتكنولوجيا الحديثة من جميع أنحاء العالم لبناء تايلاند المزدهرة والنابضة بالحياة. ثقافة المملكة التي تنتهج طريق التسامح والانفتاح على الأفكار الجديدة قد ساعدت الشعب التايلاندي على الاحتفاظ بقوتهم وقدراتهم، مما يجعلهم مستعدين لاغتنام الفرص والتحديات عالم اليوم. هذا الانفتاح لا يزال مستمرا في المجتمع التايلاندي حتى اليوم، مع خاصيته التنوعية وثقافته اللامعة وتراثه المتألق وأديانه العريقة. وظلت تايلاند مزدهرة على مدى 7 قرون، حيث أن نظامها الملكي لعب دورا حيويا في دعم وقيادة التنمية في المملكة. دخلت تايلاند في حقبة جديدة في التطور السياسي عندما تحولت إلى دولة ديمقراطية بنظام ملكي دستوري في عام 1932. اليوم تلتزم تايلاند بالديمقراطية التشاركية ذات تعدد الأحزاب. تعمل الحكومة جاهدة لمساعدة كل شريحة من شرائح المجتمع، إيمانا بقدر وثقة الديمقراطية على بناء ونهضة البلاد. على مر السنين أدت سياسة تشجيع الديمقراطية التشاركية واللامركزية إلى مزيد من المشاركة الفعالة من قبل السلطات الإدارية المحلية ومنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية. مثل مواطنين في الدول الديمقراطية الأخرى المتقدمة، يشارك التايلانديون بشكل متزايد في الأنشطة العامة، متمتعين بالحقوق والحرية التي تأتي مع الديمقراطية. وكما أن الديمقراطية الحقيقية قد بدأت تأخذ شكلها، فإن قضايا مثل الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية وسيادة القانون أصبحت أكثر أهمية، إضافة إلى التجمعات التنظيمية المستقلة والمجتمع المدني، والذي يلعب دورا متناميا في مراقبة ومحاسبة أداء القطاع العام.
مثل الابتسامة التي دائما تضيء الوجه التايلاندي، فإن الرغبة التايلاندية في إنشاء دولة ديمقراطية كاملة لم تتبدد ولم تتغير خلال سنوات من التغيرات السياسية التي مضت منذ صدور أول دستور قبل 80 سنة تقريبا. خلال العقد الماضي قفزت تايلاند وخطت بخطوات واضحة إلى الأمام حتى أصبحت واحدة من الدول الآسيوية الرائدة في التجارة والأعمال والتصدير، مع اقتصادها الحر والمنفتح وعلاقاتها العالمية وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي ومواردها البشرية ذات الجودة العالية. استطاعت تايلاند أن تصبح مركزا رئيسيا للمنتجات الصناعية التي تمثل الآن أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي للبلد. صناعة السيارات في المملكة تعد واحدة من أكبر هذه الصناعات في العالم. السيارات المجمعة في تايلاند يقودها السائقون في كل أنحاء العالم. تتجه تايلاند حاليا نحو صناعات عالية التقنية. لقد أصبحت تايلاند أكبر دولة لإنتاج القرص الصلب في العالم ورائدة في مجال تصنيع قطع غيار ومكونات أخرى للكمبيوتر. في حين أن الإنتاج الصناعي ظل مستمرا في التوسع، إلا أن القطاع الزراعي يظل قطاعا حيويا في اقتصاد المملكة. تايلاند هي أكبر دولة في العالم من حيث إصدار الأرز والمطاط الطبيعي والتابيوكا ونبات السحلب، وإحدى الدول الكبرى المصدرة للمنتجات الزراعية الأخرى مثل المواد الغذائية المجمدة والتونة والروبيان المجهزة والدجاج المطبوخ. أما أن تايلاند كمطبخ عالمي هي واحدة من أكبر الدول المصدرة للأغذية النادرة، حيث يمكن العثور على المنتجات الغذائية التايلاندية على رفوف المحلات والسوبر ماركت في أنحاء العالم. وأصبحت العديد من المأكولات التايلاندية الشعبية معروفة ومفضلة لدى سكان العالم، ويتم تقديمها في آلاف من المطاعم في الدول المختلفة. تايلاند هي أيضا واحدة من أكثر الأماكن المفضلة للتجارة والاستثمار، وقد صنف البنك الدولي مملكة تايلاند ضمن أكثر من 20 دولة التي تسهل فيه ممارسة أنشطة الأعمال والتجارة. جزء كبير من هذا النجاح يأتي من زيادة انفتاح اقتصاد المملكة وتبني نظام السوق الحر وتوفير البيئة الملائمة للأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية. Seagate's been doing business in Thailand for quite a few years, probably over 20 years now. And we've stayed in Thailand because Thailand's been an excellent place for us to do our business. What Thailand brings is a very good balance in terms of a business-friendly environment, accessibility to workforce, educated workforce, transportation infrastructure, a government that helps businesses succeed. First of all, so we have a so big confidence of people's so high quality in terms of production and in terms of techniques or service area. So in shortly, we can say high production quality and high capable person with many supplier like a chain under the support of government. كبوابة لجنوب شرق آسيا تمهد المملكة طريقا سهلا لدخول السلع والخدمات من دول العالم المختلفة إلى سوق متنامي في المنطقة يضم 600 مليون نسمة. باتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الدول داخل وخارج المنطقة، أصبحت تايلاند قاعدة إنتاجية لسوق يضم مليارات من الناس. هذا المناخ الاستثماري الجذاب يساعد شركات تايلاندية على الالتقاء والعمل مع نظرائهم الأجانب، مما يؤدي إلى تطوير وتصنيع المنتجات التايلاندية تحت علامات تجارية جديدة متعددة. تعال وجرب تايلاند بنفسك.